بس نقاط سريعة نمر على سريعا من كلام الكادر اللي قاله امبارح، والشعبيين اللي قاعدين في المنبر لو دارين ناخر لكم المنبر او نجي نواصل معاكم بعد الصلاة، او لو انه شيخكم امين امانة الفكر ابو بكر عبد الرازق ما عنده حق الامجاد بنديكم حق الامجاد، اضربوا له وخليه يجي. الشعبيين اللي قاعدين في الركن، ولو دارين ساون اسي بنأجر لكم ساون، وبعد المناظرة لو دارين مرتبة نرقيتكم فوقها بنشتري لكم مرتبة. أنا مغيوس جدا، بس داير لي واحد يجي خاش هنا، ما شايل أي حاجة غير الآيفون والقلم ده، لكن داير لي ملاي في واحد تعال خشنا الشربك فيك نوريك. قال الأحاديث بتاعت الرسول في أخطاء قال لغوية، وقال قاعدين نصلح فوقها. يا زول أنت فتى ما تصلحها، خليك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعال خش هنا عرب لنا أو ورينا معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله يبغض كل جعذري جواظ. تعال ورينا معناه شنو، تعال خش ورينا جعذري معناه شنو، خشوا تعالوا. ما عارف النازل مالهم خوافين، دي خيابة فكرية والله، دي خيابة فكرية. ما قادر تناظر عن منهجك وتقعد تتجدع به، عرفتها؟ منهج قال منهج العقل. طيب انت قلت ان احنا بنلغي العقل، وانت عقلك شغال مقسم، فهمت؟ البساتين بتاعته فيه راسين ذاته، الدورة بتاعته ذاتها دورة اظن تزامنية. مالك ما قادر تخش علينا احنا الموقفين عقولنا ده، عقولنا الواقف ده، مالك ما قادر تخش؟ عشان تعرفوا ان يا اخوانا النازل قصدهم الدين، وديل الزنادقة الذين تكلم عنهم الاسلام. قبال الترابي في فرق كثيرة جدا، ناس المعتزلة والجهمية، وفي ناس أحمد خان، وفي غير من الملاحدة والزنادقة الذين يشككون المسلمين في ثوابت الدين. لما انت تقول لي يا أخي أنا الحاجات دي بقبلها بعقلي، السؤال المنطقي يا تعقل يا تعقل، ليه العقل ده ليه ما بيقبلوا به ناس مدنية؟ ناس مدنية عندهم كود، لما تجي تشتغل لك بناية من المباني، أو تجي تشتغل لك زلط بتاع شارع، أو تجي تشتغل لك عمارة دار توصل لها كهرباء ناس الكهرباء، أو دار تجي تعمل لك تصب لك سلندر أو راس أو غيره، أو دار تعمل لك أي حاجة عندنا في الهندسة دي بتعملها بمقاييس ومواصفات، وما برجعوها لعقل المهندس الفلاني، وإنما برجعوها لمسائل علمية، حاجة بسموها كود. كود معناه شنو؟ معناه ده ستاندر بترجع له. نحن الستاندر بتاعنا في الدين الكتاب والسنة على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ لأنه ممكن يا كوز لو قلت لي زول بعقله أنا تاني يوم أجي أطقك بسيخة وأقول لك ربنا قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ما آية؟ دي مش قلت المركزية حقتك؟ يبقى ده يا أخواننا عبارة عن لعب، ناس بتاع اللعب وناس بتاع باطل ودارين يلعبوا بالدين، لكن الركائز الدارين تضربوها دي ما بتقدروا عليها. من الكلام اللي قالوا يا أخواننا نحن قالوا نحن بناخذ بالقران براو، والاحاديث الاحاد ما بناخذ بها. طيب يا ترابي كلامك ده ايه ولا حديث؟ سؤال، كلامك ده ايه ولا حديث؟ لو قلت لي ايه بقول لك جيب نصها من القران، ولو قلت لي حديث برضو احاد ما بناخذ به. بعدين كونك تقول الاحاد ما بناخذ بها انت برضو كافر بالقران. ربنا سبحانه وتعالى قال لك تاخذ بخبر الواحد مش الاحد، الواحد الفرد الغريب، وان كان هذا الغريب فاسقا اذا تثبت منه. ربنا قال في سوره الحجرات حجر يكسر راس اي شعبي. فرصه مفتوحه للنقاش قبل نمش لنتم الايه، تقدر تخش هنا. ربنا قال يا ايها الذين امنوا، ده خطاب نداء، يا نداء والهاء للتنبيه، فهمت؟ الذين آمنوا، ربنا سبحانه وتعالى اسم موصول بيتكلم عن وصف معين لناس معينين. يا أيها الذين آمنوا، ربنا قال إن، دي أداة شنو؟ أداة شرط. إن جاءكم فاسق، فاسق دي مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ سؤال يا طلبة، يعني لو جاءك فاسق، الفاسق ده مفرد ولا مثنى اثنين ولا جمع يا ترابيلي؟ ده شنو؟ ده واحد صح؟ جانا بشنو؟ جاك بنبأ، النبأ هو شنو؟ هو الخبر. جانا بخبر، قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، قال الترابي مات، قال لنا الشجرة دي لونها أخضر، ده نبأ من الأنباء، فهمت؟ والنبأ هنا أيضا جاءت نكرة في سياق الشرط،
فتفيد العموم أي نبأ. فهمت؟ برضو تعال خش عشان نوريك. قال أنت أعلم، والله أنت من حوى الطقطاقة ما أعلم. فهمت؟ قال إن جاءكم فاسق بنبأ ماذا نفعل؟ ربنا قال فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. العقل بيقول، لو أنت صاحب يشغل عقلك، ولو أنت أصلا عقلك شغال، العقل بيقول إذا كان زول فاسق، فاسق معروف بفسقه، جاب لي خبر الدين أمرني إنه أتثبت منه، إذا كان الزول ده ما فاسق أقبله ولا ما أقبله من غير تثبت؟ بقبله صح؟ ده ما مفهوم المخالفة. فهمت؟ لكن أنت شعبي فاضي، يبقى الواجب عليك تأخذ بأحاديث الآحاد بنص القرآن. فهمت الكلام ده؟ بنص القرآن، ده الدليل رقم واحد، وده استدل به الإمام القرطبي. حديث نمرة اثنين استدل به الإمام البخاري، يبخك البخيط بعطره. تعال خش. ها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال، ربنا سبحانه وتعالى قال يا ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال، قال وما كان المؤمنون، أو في سورة التوبة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم شنو؟ طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ربنا قال المؤمنين ما ينفروا كلهم للجهاد، يقعد منهم طائفة يتعلموا الدين وينذروا الناس المؤمنين التانين لعلهم يحذرون، وهذا نتيجة لنقل العدل الذي قبلت شهادته. طيب ما معنى الطائفة يا شعيب يا ترابلي يا مقاعدينك؟ قال ده الماسك الركن. تعال خش. ماسك الركن ومسكاك ساكت. فهمت؟ ما عندك أي موضوع، فاشل وراسك قرعوبة أنظف من صحن الصيني بعد غسلي بالفار حقة النجار. ما عندك أي موضوع وراسك ده ما في أي شيء، والله لا لغة لا إعراب. فهمت؟ لا حافظ لك آية ولا حديث ولا حافظ أي شيء. زول بيتكلم ساكت، يتخيل زول داري يجي يقول لنا أخواننا أنا أفتكر إنه الامتحان بتاع المعادلات التفاضلية ده بحله، وهو لا عارف ساين الإكس بيساوي كم ولا تان الإكس بيساوي كم، ولا حافظ له قانون، بس داري يجي خاشي ساي يقول لك ما في حاجة. يعني أسي لو في واحد جاء قال أخواننا والله في ساغورس ده بالغ، شنو مربع؟ مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين. أنا أفتكر إنه في ساغورس ده بالغ، وفي ساغورس ده ذاته جاب لي حاجة جديدة، وأنا أعلم من في ساغورس. الناس بيخلوه مش بيلفوا له وترين في رقبته صح؟ ده يتكلم في الدين وزول جاهل. أنت أبجديات الدين ما عندك، عرفت؟ فالطائفة العلماء قالوا بيدخل فيها واحد، الدليل في سورة الحجرات، ودي اسمها سورة الآداب. لو أنت عندك أدب يا شعبي يا قليل الأدب، فرصة مفتوحة الحوار والنقاش. فهمت؟ قليل أدب بكله بدليل، تجي تخش هنا تقول لي ليه؟ فهمت؟ وأنا إذا ما لقيت حديث بعد ذاك أنت تزالني إلا أجيب لك آية قرآنية. فهمت؟ فربنا سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. العلماء قالوا فلو اقتتل مؤمنان، مؤمن بجاي وآحاد، مش مؤمن بجاي آحاد، لو اقتتلوا لدخلوا في معنى الآية. يعني هل ممكن يا أخواننا نقول وإن طائفتان مجموعة بجاي كثيرة وبجاي كثيرة اشاكلوا، ربنا أمرنا شنو؟ نصلح بيناتهم. لكن لو في مؤمن وفي مؤمن اشاكلوا بيناتهم، ربنا ما أمرنا نصلح بيناتهم. بيستغيم ها؟ فأنت كافر بالقرآن ذاته يا شعبي، عشان ما تقدر تقول لي المركزية. ما المركزية؟ المركزية بتاعتك ما القرآن، المركزية بتاعتك الترابي، ومركزية اندفنت. الناس ديل مش وين؟ لسه قاعدين في العزة ولا شنو؟ تعال خش يا ود الحلال. فهمت؟ المهم الكلام هنا يطول، أنا ما أعرف بعد الصلاة نجي؟ كويس، بعد الصلاة سخنوا، إن شاء الله نجيب لكم باسطة ولبن عشان تقدروا تخش. طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. من الشبهة اللي جابوها الأولاد ديل في ركنهم الكان بعنوان متسولي السلطان، وظاهر من عنوان الركن بتاعهم متسولي السلطان إنهم كانوا عندهم مشكلة مع ناس معينين، إنهم سموهم هم بيتسولوا للسلطان. وده يا أخواننا ما مبرر لإنسان إنك ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطعن في الدين وتطعن في الصحابة من ولادات الترابي، لأنه في ناس متسولي السلطان.
وانا ما عارف ليه بقولوا متسولي السلطان، وهم ذاتهم الان قاعدين يتسولوا للسلطان. الان الامين العام للمؤتمر الشعبي السنوسي مسكوا حاجه في الحكم ولا دخلوا البرلمان بقى رئيس لجنه ما بعرفه، فهمت؟ فده الان ما متسول برضه، متسول برضه، فهمت؟ فده كلام غريب وتناقض. طيب قال لو داير تجيب لي دليل في القران انه نتبع السنه، قال ما في دليل. قال لو في دليل، دار تجيب لي دليل في القران انه نتبع السنه، قال ما في دليل. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فربنا امر بطاعه الله وامر بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وفصل عن طاعه الله، ليعلم ان طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ايضا وان كانت من طاعه الله الا انها ايضا تستقل وحدها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يجيك بتشريع جديد، النبي عليه الصلاة والسلام، دي آية. ربنا سبحانه وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله شنو؟ أسوة حسنة. العلماء ضربوا لها مثل، قال لك لو أنت في البيت أو في جامعة أو في غيره، واحد رسل لك الرسول بتاعه، قال لك ده فيه أسوة حسنة، ده فيه أسوة حسنة. اللي بيقولوا لك اسمعوا، ها لو جاء قال لك الزول ده المرسل لك ده الرسول ده، اللي قال لك يا أخي أنا جايك من فلان، قول أبوك بعيد، رسل لك زول قال لك يا أخي لو عندك أي حاجة أمشي لفلان، بتسمع كلام ولا بتسمع؟ ها اها يا حاج ما دارين قروش، يا ولد قلت لك اي حاجه دايره امشي لفلان ده. فلان قال لك داير قروش هاي، قدم لي طلب بقروشك، تقول لي اها، يبقى انت معناته كلامك فارغ ساكت. فربنا سبحانه وتعالى ارسل النبي عليه الصلاه والسلام وامر بطاعته وجعل طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعه الله. ربنا قال من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، فهمت؟ وأدلة كثيرة ربنا سبحانه وتعالى يأمر فيها بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا شنو؟ إلا وحي يوحى، عرفت؟ الآية دي العلماء جابوا في تفسير حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي هو في مسند الإمام أحمد، أن قريشا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لعبد الله بن عمرو بن العاص أتكتب كل ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في السخط أو في الغضب والرضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه ما يعتري البشر، كيف تكتب عنه كل ما يقول؟ قال فتركت الكتابة زمانا ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حقا. نحن الليلة بقينا نغني عن الناس إنه الناس تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه حديث الرسول حق، عرفت؟ عشان كده عبد الله بن مسعود في البخاري جاءت امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب أو أم يعقوب، وقد سمع ابن مسعود روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمتشمات، يعني اللي بيعمل لنا الوشم واللي بتوشم لها، والنامصة التي يعني ترقق الحاجب والتي تنمصها، والفالجة اللي بتعمل فلجة هنا للحسن، قال والمتفلجات، قال المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله. فقالت لابن مسعود جاته قالت له ما لي أراك لعنت كيت وكيت، قالت له أنت ليه تلعن الفالجة والمتفلجة والنامصة والمتنمصة والواشمة والموتشمة؟ فقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. ابن مسعود رضي الله عنه دار يعلم الأمة درس جديد كمان، قال رضي الله عنه قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين، أم يعقوب دي
قالت له أنا قريت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، ما في واشمة ولا متشمة. قال لها أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال أما إنه قد لعن كيت وكي. عرفتها؟ فدل يا أخواننا ناس غريبين جدا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يتنبى بالنوعيات بتاعت الترابي والشعبيين والولادات اللي فينا الليلة دل. النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه حديث المقدام ابن معدي يكرب الكندي قال ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. العلماء قالوا شبعان ده يدل على الراحة ثم ذلك على البلادة، بليد زي ما قالوا العلماء في شرح الحديث، قالوا زول بليد. قال متكئ يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه. قال ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، اللي هي السنة، وأدلة كثيرة برضو من القرآن. بعدين إذا في واحد شعبي حابي يخش في موضوع زي ده نحن بنخش معاك. ربنا قال قل أطيعوا الله في سورة الأنعام وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. العلماء قالوا هذه الآية تسمى بآية المحنة، ادعى قوم محبة الله قالوا بنحب الله فربنا ابتلاهم بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طيب قال الحديث ده كلام الكادر بتاع الشعبين، قال الحديث بتاع أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما مقصود بها السنة؟ يا ود الحلال ده ذاته ما حديث يا شعيبي، دي آية، دي آية ما حديث في سورة النساء، فهمت؟ قال ما مقصود بها السنة، مقصود بها شنو يعني؟ والسنة معناها شنو ذاته؟ السنة معناها الطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، كيف بينوم وأمر الناس ينوموا كيف، كيف بيصحى وأمر الناس يصحوا كيف، كيف بيأكل وأمر الناس يأكلوا كيف، كيف يحكموا، كيف يتعاملوا مع أباهم، كيف يتعاملوا مع أمهاتهم، كيف يتعاملوا مع المحكوم، مع الأخ، مع الجار، البيوع، الشهادات، الإيجارات، غير من أمور الدنيا والدين. هذه تسمى بالسنة، لأن السنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة سواء كانت حسنة أو سيئة، عرفتها؟ لكن دي الناس غريبين جدا. قال لا نأخذ بالآحاد وإنما نأخذ بالتواتر، فهمت؟ ودير الدين عليها الآيات. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وغيرها من الآيات. الأخذ بالآحاد ثابت بالمتواتر، رأيك شنو؟ كوننا نأخذ بالآحاد ده ثابت بشنو؟ ده ثابت بالمتواتر. وفي أحاديث كثير جدا، من هذه الأحاديث التي يعمل بها الشعبي إن كان يعمل، ها؟ يعني يعمل الأعمال الصالحة، حديث إنما الأعمال بالنيات. هل يا شعبي بتنوي إنك خاشي الصلاة ولا ما بتنوي؟ إذا ما بتنوي أنت قاعد تتريض ساكت ولا كيف يا شباب؟ ها؟ ده إذا كان بيصلي، فهمت؟ إذا ما بتنوي ما عندك أي عبادة، ولا عنده يا أخواننا؟ ما عنده أي عبادة، لأنه النية شرط لصحة جميع الأعمال، إذا ما في نية ما في أي عمل، فهمت؟ فإذا ما عندك نية ما عندك أي عمل. حديث إنما الأعمال بالنيات ثبت بشنو؟ بالتواتر. ده حديث أحد، لم يروه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة، ولم يروي عن علقمة إلا سعيد بن يحيى الأنصاري، ولم يروي عن سعيد إلا إبراهيم التيمي، وهكذا سفيان ابن عيينة، وهكذا علي بن المديني، ثم البخاري. عرفت؟ بعد ذاك من سفيان بن عيينة بعد ذاك نزل الحديث وتفرع واشتهر في الأمة، لكن ما رواه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليثي. أنا أتحداك تجيب لي رواية تجيب لي أن الحديث ده متواتر. وقال ما في مسألة مجمع عليها، قال الدين ده ما فوقه مسألة مجمع عليها، ده الشعبي. طيب النية دي مجمع عليها ولا ما مجمع عليها؟ مجمع عليها ولا ما مجمع عليها؟ فده أخواننا ذاته كلام غريب وكلام يدل على من الأدلة. لما نزلت آية الخمر ربنا سبحانه وتعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الصحابة كان بعضهم في حائط بستان يعني لأبي طلحة،
وكان خمرهم يومئذ الفضيخ. تعرف الفضيخ يا مؤتمر يا شعبي؟ تعال خش هنا عشان نفضخك هنا. تعرف الفضيخ؟ الفضيخ سمعت به؟ فهمت؟ فقال فجاء قال فسمع الناس منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول للناس: أيها الناس، إن الخمر قد حرمت، إن الخمر قد حرمت. فمن كانت في فمه في فيه لفظها، ومن كان يحملها في كاس سكبها حتى جرت بها السكك. الناس كشحوا الخمرة. انت عارف لو الترابي كان قاعد وقت الآية دي نزلت كان بعد ما يزبط مزاجه حتى يقول كده نشوف الزول ده متواتر ولا أحد، فهمت؟ لما حولت القبلة، حديث عبد الله بن عمر، لما تحولت القبلة اتحولت في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في العشاء، فالصحابي مشى والناس كانوا بيصلوا في مسجد قباء أو في غيره خارج المسجد النبوي أو خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أعالي المدينة بعيد من المسجد النبوي. قال فوجد الناس مستقبلين بيت المقدس، فقال: أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل البيت. قال فتحول القوم في صلاتهم، كلهم طوال يتحولوا. شوف الكلام ده كيف، وأدلة كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواننا رسل كتب للملوك لكسرى ولقيصر ولا ما أرسل؟ أرسل صح؟ هل كان بيرسل متواتر ولا كان بيرسل آحاد؟ كان بيرسل شنو؟ لو قلت لي الآحاد ما بتقوم به والحجة، يبقى معناه الرسول عليه الصلاة والسلام عند الشعبيين ظالم ولا يقيم الحجة على العباد ويستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم ولم يقم عليهم الحجة ولم يأخذ بالأسباب المنطقية والأسباب التي أمره الله بها، حتى يأتي التراب والشعبيين فيصحح ما أخطأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لازم يلزمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيرسل زول واحد يخش على كسرى ويخش على قيصر ويقول له أسلم تسلم، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين. عرفت؟ بيقول له فعليك إثم الأريسيين. طيب إذا كان الحجة والدم الغالي ربنا حرمه في القرآن، وأن تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ربنا سبحانه وتعالى يستحلها ويقر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أرسل رجلا واحدا، ولا الحجة بتقوم بخبر الواحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم رسل معاذ إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. أول حاجة قال له يوحد ربنا سبحانه وتعالى. فلو كانت الحجة ما بتقوم بإرسال الواحد أو الآحاد لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا. عرفت يا أخي؟ الواحد ده بيتم به عقود. صلح الحديبية يا أخواننا كان بين منو منو؟ كان بين أهل مكة ناس قريش وبين منو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الكام من أهل مكة متواتر ولا أحد؟ يعني ناس أهل مكة والكفار أفهم من ولادات الترابي، أفهم منهم والله جد. رسلوا سهيل ابن عمرو براه واحد وعقد صلح، والصلح ده مضى على المسلمين كلهم، وده واحد. أها رأيك شنو يا ترابي اللي فهمت؟ وكلام كثير جدا وأدلة كثيرة لكن القوم لا يفهمون. طيب لسه في كلام كثير لكن نفتح فرصة للمداخلات والحوار والنقاش، فرصة مفتوحة. يعني في حاجات ذات يا أخواننا أنا دي بعتبرها عبارة عن حقد، بس زول يحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ده ما لاقاني أصلا. زول بيحقد على الأنبياء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم تردده بين موسى وبين ربه لما ربنا فرض 50 صلاة، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه وموسى، وموسى عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لقد خبرت الناس وعالجت بني إسرائيل
فاسأل ربك التخفيف فإن قومك لا يطيقون ذلك. قال ده عبارة عن مقايضة. أنا بعتبر الزول ده فوق إنه زول حسود على الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي ذاته أنا أول مرة يلاقيني بني آدم زي ده زول يحسد الأنبياء، فوق إنه حسود زول بليد. لأنه أخواننا المقايضة دي هسي أنت بتمشي تقول يا أخي ده موبايل نوكيا مثلا أو موبايل سامسونج اسمه شنو إصفور ولا حاجة زي دي، بتمشي تبدله بشنو؟ بحاجة فوق له صح؟ وبتدفع فرق، دي اسمها شنو يا أخواننا؟ دي اسمها المقايضة ولا ما كده؟ دي مش المقايضة؟ طيب ماذا كان عوض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لي ربنا خفف لي كان بدي الله شنو؟ يعني معناته شوف المقايضة معناها شنو؟ معناها أي واحد من الطرفين هو محتاج للآخر. أي واحد من الطرفين محتاج للآخر. صح الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج لربنا وكل العباد محتاجين لربنا، لكن هل ربنا محتاج للعباد؟ عشان تعرف إنه الزول ده ذاته جاي مسطول ولا شارب له بنجو ب 14 كرت ولا شنو ما بعرفه وجاي يتكلم في ركن. زول بريد مقايضة كيف؟ ده سؤال لربنا سبحانه وتعالى مسألة، ودي فيها تخفيف. وموسى عليه السلام ده عبارة عن إفادة بالخبرة. شوف سبحان الله، لو كان في واحد بيحسد ها؟ لو كان بيجوز الحسد يعني كان موسى عليه السلام حسد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوف كمال نصح الأنبياء، موسى عليه السلام قال للرسول صلى الله عليه وسلم إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني عالجت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل، عرفتها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربنا وربنا يسترحمه، يسترحم ربنا وربنا سبحانه وتعالى يقلل له في الصلوات، فيثبت الله الأجر ويمضي الله الفريضة 5 صلوات. ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. أنا ما أعرف الناس ذي بيحسدوا ليه، وهذه الخصلة هي خصلة اليهود. ربنا قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس، ديل اليهود حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء قالوا الناس في الآية دي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفتها؟ فناس عجيبين، زول حسود تحسد الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول القرآن ما فيه دليل على السنة. فهمت كلام ذاته؟ كلام عجيب، ضرب للإسلام وضرب للدين. طيب يا أخي أنت من وين جبت إمامة المرأة؟ ما قلت ما في سنة وما داير سنة أنت. طيب فرصة مفتوحة للمداخلات، أنتم ما تخش يا ناس مالكم في شنو؟ ها؟ الناس دي قاعدة، أنت ما تخش، لا شايلين عليك سيخة، لا شايلين عليك طوق، لا شايلين عليك متفجرات، ها؟ بنتكلم معاك بس، تعال ادينا أدلة على كلامك ده. كلامك ده عبارة عن كله دعاوى، والشاعر قال والدعاوى إذا لم تقم عليها بينات فأصحابها شنو؟ أدعياء. أنت لما تجي تدعي دعوة مطالب بشنو يا أخواننا؟ بالبينة. ربنا قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، كده شجعوا كده. هسي أنتوا قاعدين في المنبر كم واحد؟ احنا بنشفع عليكم، أنتوا صح ما متواتر، لكن برضو شنو؟ برضو كأحد بنقبل كلامكم. تعالوا خشوا، فرصة مفتوحة ليش الشعبيين، فرصة مفتوحة. الناس يا أخواننا خايفة من شنو؟ ليه ما بناقشوا؟ ها؟ ها كلامك باطل؟ الشينة منكورة؟ شينة منكورة يا شعيبي؟ تعال خش. لو دارين الأربعة تتكلموا معايا الأربعة زي بيسيبهم شنو ديلك؟ شوف على الروضة ديل برضو أنا جاهز. أربعة تعالوا أقفوا أربعة. عيب عليكم. زول يجي يحمل له فكر ولما يجي يناقشوا فوقه يزوق، تزوق ليه؟ خليك زول راجل أركز. ها؟ تحسد الرسول صلى الله عليه وسلم، عليك الله شوف الحسد ده قدر كيف؟ حسادة ذاته عجيبة، عليك الله حسد لقيتك حسادة زي دي. ها؟ حسادة ذاته مبالغة. زول لما يحسد الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب سؤال برا، انت قال بنخليك بنمشي ونجي راجعين. قال هل كل صوفي مشرك؟ ما كل صوفي مشرك يا اخوان، ما كل صوفي مشرك. ونحن كأهل سنة وجماعة وسلفيين نفرق بين الدعاة وبين العوام. الزول الداعية ما زي الزول العامي. الداعية ده الزول اللي بيأصل للباطل، ده عندنا له نظام زي ديل، زي البرعي والجماعة ديل، عرفتها؟ وبتاع الفيوضات الربانية، الكتاب ده اشتريته امبارح من السوق العربي، ودي الفاتورة بتاعتهم ومختومة. والزول قبل ما أنا أتكلم ذاته عرفني باسمي،
عرفتها وصوف يعني. هذه لا مكتبة دار الأرقم الخرطوم موقف جبرة. شوف الكلام ده كيف. ده اللي بيقول الكلام ده كافر. طبعا بيجيك واحد شعب يقول لك لا يا أخي ما ظريفة. خلاص كفوري. أدلي عليك. طيب. خلط الكثير ما خلهم. عندكم الخلط حرام يا شعبي. تحريم الخلط ثبت بشنو؟ بالآحاد ولا المتواتر؟ خلط حرام؟ طيب. زي ما أفتاكم الترابي. قال لا بأس أن تأخذ أختك من يدها فتحاكيها عن نفسك وتحاكيك عن نفسها ولا بأس إذا تلاقت الأنفاس وإذا وجدتما شيئا فلتفترغا. بالله وجدتما شيئا تاني بيفترغا قايل ها بيفترغوا تاني ها تحاكيك عن نفسها تقول لا أنا مما شفتك قلبي فرفر والشمس خدرت والدم بعلو بقى كويس فهمت تحاكيها يعني تفي كلامك كانت. قال لا بأس قال ما فيها حاجة. والترابي قال مصافحة الراجل للمرة ما فيها شيء تصافي عادي قال ما بيحصل لك حاجة. والخلوة قال ده كلام ساكت قال الخلوة كلام ساكت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليست لك الأولى في النظر وإنما لك ليس إنما لك الأولى وليست لك شنو الثانية. قال الأولى دي ممكن تكون ساعة وثاني فضلت فيها شنو أنت بطاريته تكون نزلت جاري فيها نور ساعة كاملة فهمت لا ده لو نور جنبه بنتي. طيب ده قال بيتكلم عن نفسه قال وقالوا فأنت القطب قلت مشاهدا وأتلو كتاب الله في كل ساعة وناظر ما في اللوح من كل آية وما قد رأيت من شهود بمقلتي إلى أن يقول أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. ده بتاع الطريقة القادرية صوفي. قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة لما النبي صلى الله عليه وسلم وسري به. طيب أنا دار أسأل القادر ده سؤال أصل الفرق دي كلها واحد. هل كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ربه التخفيف من باب المقايضة؟ ما جاء الشعبيين ده قالوا كده. وهل النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج كما ينكر الشعبيون؟ الشعبيون بينكروا قالوا ما في حاجة اسمها إسراء ومعراج. قالوا ده كلام ساكت. وناغشنا واحد شعبي والمناقشة موجودة على النت في جامعة النيل الأزرق. قال ما في حاجة اسمها إسراء ومعراج. ده كل ما حصل قال. فهمت؟ قال أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي. أنا كنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي. إلى أن يقول أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي. دي الأنبياء بتكلم عن الأنبياء. أنا كنت مع أيوب في زمن البلاء وما برئت بلواه إلا بدعوتي. أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وأعطيت داودا حلاوة نغمتي. أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري. أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي. أنا العاشق المعشوق في كل مضمر. أنا السامع المسموع في كل نعمتي. أنا الواحد الفرد الكبير بذاته. أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. أها رأيك في دجنه زي ده مسلم ولا كافر؟ ده اللي بيقول لك أنا الواحد الفرد الكبير بذاته ده مسلم؟ طيب فلكن ما كل صوفي لأنه في واحدين جابتهم الفتة ساكت في ناس ولا بيجي الطريقة البرهانية في الحلية بتاعتهم بيجيهم حيرانيات حيران وحيرانيات من ألمانيا فهمت جيرماني عرفتها؟ فبتلقى السوق الشعبي ده فاضي والله لو داري لك زول يغسل عربيتك نادر جدا إلا تلقى لك واحد سلفي نجيط قاعد ما مشى هناك. الناس دي بتمشي هناك وبعد ذاك الشغلة فيها اطفي النور وكابس الحور وربك غفور الشغلة دي جوا فيها هو استقيل فهمت؟ الميمة ده موضوع تاني لكن احنا دارين نرجع للشعبين. فواحد قد تجيبه شهوات واحد قد تجيبه الرقصة والفتة واحد قد تجيبه انه الشيخ بيلبس اخضر في بمبي واحد داير جداد ياكل واحد داير مهيوبة. المهم ده عامي بعد نبين له والحجة تبعد ذاك بيكفروا باستيفاء شروط وانتفاء موانع. اما زول الراس في الضلال ده بينجموا لك. محمد عثمان عبد البرهاني قال انا الحق في الدنيا انا الحق في اللقاء اذا الارض مدت والسماوات حقتي. وبتاع الطريقه السمانيه اللي هو شيخ البرعي تلميذه قال وكان ولد الاغبش قال عن ولد الاغبش انه احمد الطيب ولد اشرف على الموت. قال فجاءت ملائكه القبض لقبض روحه قال فرأيت سيدي الشيخ أحمد الطيب يقول لهم أما قلت لكم لا تقبضوا روحه فرجعوا عند ذلك. الملائكة طوالي رجعت وكلام كثير ده ما موضوعنا. طيب
وضع علم الكلام وموقف أهل العلم منه. علم الكلام ده هو الإنسان يستحدث مصطلحات ما وردت في الكتاب ولا وردت في السنة، وكل عبارة عن شغل بتاع فلسفة وصفصطة وكلام بتاع نجر يغالط تغالط به الحقائق، يعني كلام بتاع كلام المراد به الكلام، عرفتها؟ يعني يقول لك لازم اللازم، هل هو لازم أم ليس هو بلازم؟ وإذا كان لازما فهل يلزم الإنسان إذا قر به أم لا يلزم إلا إذا فهم لازمه؟ وإنت بتكون لا فهمت اللازم ولا عندك شغل به ولا يلزمك الكلام ده كله، فهمت؟ فده كلام بتاع نجر ساكت، شغل بتاع نجر ما في أدلة ذاته، ما مبني على أدلة، كلام فارغ ساي. والبيثبت ده بينقض ده، والبينقض ده بيثبت ده، فهمت؟ ونحن لو جينا لموضوع زي ده ممكن نجي ننكر لك أي حاجة عادي، فهمت؟ الشغل بتاع الشكوك وكده. بل أن هذا اللي بيتكلموا لك في المصطلحات، يقول لك مثلا كلمة سرق زي ما بيتكلموا الشعبين، يقول لك المصطلحات دي بتتحرك، أنا ما عارفة دي مصطلحات ما عندها صبة ولا جنو، فهمت؟ يقول لك المصطلحات بتتحرك. وده واحد صفصطاي بدري في زمن واحد من الأئمة بغالط، يقول لي هذول سرق معناه شال حاجة في حرز وكده ويقطع ويده، يقول لك لا، سرق دي غتعني يعني تلب، وسرق غتعني وقف معه خفية وبقى يتلولو وعنده حمار رابطه برا، قال لي الولد شيل الحمار فوت بيه. لما انتهى من المغالطة بتاعته مرق، قال لي يا ناس حماري وينه؟ حماري سرقه؟ قال له يمكن يكون ما يسرق، ما يمكن يكون ما يسرق، ما نجر ساكت ما في حاجة. فده شغل بتاع صفصطة، ما تقعد تبارع علم الكلام والواحد يغشك. والسودان ده ملان عواليك زي ديل تعين علم الكلام. الصادق المهدي، صادق المهدي وقت كان ماسك البلد دي الليل والنهار يتكلم، لغاية ما الشعب السوداني سماه أبو كلام، فهمت؟ الصباح يتكلم النهار يتكلم. وإن الوحدة الوطنية تحتاج إلى وجود كيانات متكيفة مع الإطار الكيفي أو التكيف الإطاري في كيفية واضحة التكيف والسندكالية، فهمت؟ أنت ما فاهم أي حاجة. وإن الأصل كانكفاء والحداثة كاستلاب والتأصيل الصحوي والتحديث المؤصل، وهو الساكت نستفيد شنو؟ الناس كانت جعانة، فهمت؟ لغاية ما قالوا لا بنزين ولا زهرة يا الصادق يا ابن خرة، ده الشعب السوداني ما نحن، وما بجوز العيب بالكلام ده، ما بجوز يعني، فهمت؟ لا بنزين ولا موية يا الصادق يا ككوية، ده ما نحن، ده الشعب السوداني، فهمت؟ جا برضو الترابي قال نفس الكلام، وأمريكا روسيا قد دنا عذابها علي إن لاقيتها ضرابها، فهمت؟ والطاغية الأمريكان ليكم تدربنا، لما جاءته برا قال لها شعاراتك دي وين؟ قال أنا كنت أقول الطاغية لأمر كان ليكم تدربنا. شوف اللعب ده كيف، فهمت؟ فناس بيلعبوا يا ناس، فهمت؟ عشان كده نحن ما بنخليك، لابد نضبط الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح الصحابة، ده المقياس والمعيار. دي بطارية بنولعها كده بنعرفك ماشي عادين، بنولعها بيجاب بنعرفك ملولو. هم ده كله ما مش ده، الشعبين لا بيؤمنوا بالقرآن ولا بيؤمنوا بالسنة، والدليل كلامهم ده، ده أكبر دليل على كلامهم ده. طيب سألوه قال لي رأيك في كلام الترابي في إنكار نزول عيسى، قالوا عيسى ما نازل، قال عيسى ما بينزل، وحديث نزول عيسى قال بتخالف القرآن. طيب نشوف المخالفة الفهمة هو للقرآن، قال والروايات التي جاءت في نزول عيسى غالبها أحاد، ها؟ وبعدين دارين واحد شعبي لو جاء خش يجي يعرف لنا الأحاد، يجي يعرفه. طيب قال وأما المتواتر المعنوي فهو تأويل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى الأحاديث بتاعت النبي، شوف الكلام ذاته كلام بتاع سخف واستهتار كيف، قال الأحاديث بتاعت النبي دي ذاتها قال فيها أخطاء لغوية ونحن قاعدين نصلح فوقها، قاعدين نصلح فوقها. وأنا إلى الليلة ما لقاني واحد شعبي جاب لي حديث فوقه خطأ لغوي، خطأ لغوي، تعال جيبوا لي انتوا شعبيين مجوين كده ورونا الأحاديث الفوق أخطاء لغوية، ما كده نشوف ماله عشان نقبل ذاته، ما نبقى ناس متعصبين ساكت. وين زي ياتو حديث فوقه خطأ لغوي يا ترابيين؟ كده مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، هل هذا الحديث تعتبر فيه أو يعتبر كلاما في لغة العرب؟ لأن العرب قالوا الكلام ذاته هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ معناته الصوت فيخرج بذلك الكتابة والإشارة، المركب أي من كلمتين فأكثر، المفيد فإذا يحسن السكوت عليها، بالوضع أي بما تعارفت عليه العرب. هل حديث إنما الأعمال بالنيات بما تعارفت عليه العرب، وهل هو لفظ وهل هو مفيد وهل هو مركب أم
انفصل وانقطع وتأخر عنه أحد من هذه الشروط، ما تجي تخش وتناقشه ولا شغل بتاع حقد على الدين وعلى المسلمين. شفت الشعبيين ديل قاعدين، السخانة دي بتزيد أكتر من كده. نازل لابد يتجغموا عشان المكيفات دي ذاتها تشتغل. مبرد ده زمان كان شغال، شعبيين اشتغلوا هنا، المبرد بقى ما شغال. والله عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد الفاجر قال ترتاح منه، يرتاح منه الشجر والدواب والدواب. وابن القيم قال في ناس حياتهم دي عبارة عن مضرة للناس. ربنا قال ظهر الفساد، ودي بصدق القرآن، ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر. العلماء قالوا الفساد غلاء الأسعار وجور السلطان وشدة المؤونة وذهاب البركة، ده كله بسبب شنو؟ ربنا قال بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وجايين هم قايمين موضوع الخروج على الحاكم، نظام دارين ينسفوا الأحاديث يعني، عشان قالت لهم ما تمرقوا على الحكام. أنت مش داير تمرق في زر رابطك، في زر عمل لك سلسلة ويتدق لك ويتتين يا شعبي، دار تمرق على الحاكم؟ ما تمرق. أنت ما شايف الجماعة البيجادل ما تمرق عليهم؟ ها؟ أمرق، قول يا ناس دارين إنها تسقط. أمرق، مش داير تمرق تقلب الحكومة؟ أمشوا أقلبوها يا شعبيين، أمشوا أقلبوها، ثلاثة شعبيين وثلاثة شعيبيات، وما بلغتوا حد التواتر تقلبوا شنو؟ والله يقول راسه ما تقلبوها، ما بتقلب حاجة. وده ما نحن بنقوله لأنه مؤتمر وطني ولا كده، لأنك أنت ما عندك حاجة. زي ما قال الشاعر: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا فابشر بطول سلامة يا مربع. وكما جاء في تلك النكتة التي لا نقرها، قال لها: إذا كان ديل الرجال أجري ساكت. قال لها فهمت نوعيات الزيدي اللي بيقول المرة تصلي به، المرة قال تصلي بتراب اللي قاعد، والترابي في لقاء مع طارق كبلو قاعد في اليوتيوب الآن 8 دقائق. قال لا، قالوا له: يا أخي طيب أنت قلت المرة تأم الرجال وتصلي مع الرجال، يعني مش تبقى إمام ساكت وتصلي هناك، برضو المرة تقف معاك في الصف. أنت بيجاي مرة راجل، راجلين مرة، مرتين راجل في النص كده، استووا واستقيموا واعتدلوا، حاذوا بين المناكب والأقدام. لا تلقى الشعبين ديل الصف الأول ده قبل الصلاة كمله، فهمت؟ لأنه داري يستوي وداري يساوي المنكب بالمنكب وداري يساوي الكتف بالكتف والقدم بالقدم، فهمت؟ داري يصوي الصف. دي صعلقة، بس دي صعلقة مجموعة من الصعاليق من شيخك الترابي، فهمت؟ ده دين ليكم هسي. وأول ناس قالوا بالكلام ده ديل الخوارج. أول واحدة صلت بالناس اسمها غزالة، ودي اللي قال فوق الشاعر للحجاج بن يوسف لما ذماه، قال له: أسد علي وفي الحروب شنو؟ نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر، هلا برزت إلى شنو؟ إلى غزالة في الورى، بل كان قلبك في جناحي طائري. غزالة دي مرت واحد اسمه شبيب من الخوارج، فمشت طردوا الحجاج بن يوسف الخوارج ودخلوا العراق وصلت بالناس، فسلف التراب منه الخوارج. غزالة ناس داعش، ده السلف بتاعك، فهمت؟ طيب، قال الآيات التي تؤيد عدم نزول عيسى، ولا نفتح لهم فرصة يقولوهم؟ طيب نفتح لهم فرصة، الفرصة مفتوحة للمداخلات، كذا دون عيسى عليه السلام ما نازل ليه؟ فرصة مفتوحة للمداخلات، فرصة مفتوحة. يا ناس الحاصل شنو؟ يا ناس الفكر، والناس الانبساغيين والذين تتمحورون، والسلفيين دي الناس متحجرين ما عندهم عقل، متخلفين وواقعين من كتاب تاريخ وفي عصر جاي من العصور الوسطى، انتوا ناس مستنيرين يا اخي الترابيليين. فرصة مفتوحة عليكم للحوار والنقاش، ورونا الاستنارة كده، تشجعوا وشاوروا وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. تعال خش. لا لا كده خليه يخشوا، نحن لو جبنا سيرة رجال وكده كده ما بخشوا، لكن نفتح من باب الفكر والانبساط والتمحور والتبلور. فرصة مفتوحة، تعالوا اتبلوروا وتمحوروا. ها؟ ما دارين يخشوا؟ ما تخش يا ود الحلال، والله بجيب لك مصحف، ولو الآية غلبتك ها التايم بتاعك فوت ما جاب الآية، أنا بضبط لك التايم حقك. فرصة مفتوحة للمداخلات. يا ناس نعمل لهم شنو؟ الشبهة ذاتها لو ما حافظها بس اديني بدايتها، أنا بتم مالك. نعمل لكم شنو يا ناس؟ أجيب لك حلاوة مصاصة؟ فرصة مفتوحة للمداخلات، ما تناقش. ولا غلاة ساكت، ولا طعن في دين الله، ولا استهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى.
واستهزاء بدين الرسول عليه الصلاة والسلام، دين طارت فوق رقاب. دارين الشعبي نجي نحنسكم ونتكلم معك بالراحة، والله يا شعبي نفجخك فجخ لما انت تتكيف ذاته، فهمت؟ لأنه دي الناس دارين يخزولي زولي يطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول الرسول قال يعني مقايضة، يعني يطعن في الصحابة، يجي يقول الصحابي قال يسكر ويزني ويعربد، قال يقول لك رضي الله عنه. وأن إحنا قال لما نعصي الله، طيب ما كان تقول ونحن وقت نزني ونشرب الخمر ونعربد، ما كان تقول كده؟ ليه ما قلت كده؟ يعني هو أفضل من شنو؟ أفضل من الصحابة. شوف الورد في التاريخ الإسلامي إنه صحابة بيشربوا الخمر، صحابة بيشربوا الخمر، عبد الله الحمار من الصحابة وده تاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه والحد، والحد كفارة ولا ما كفارة يا شعبي؟ كفارة ولا ما كفارة؟ بيكفر السيئات، صح ولا ما صح؟ وتاني ورد عن أبي عن ود ختن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اسمه جاء في الآية من سورة المائدة، ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا ممن شهد بدرا، اسمه المهم ده الاثنين، فهمت؟ والاثنين تابوا، عمر بن الخطاب بين له وأقيم عليه الحد. فحتى لو كان ما من الصحابة والصحبة ما عندها فضل، هو تاب وأقيم عليه الحد. الذين ورد عنهم الزنا امرأة والصحابي منه ماعز مش، والاثنين أقيم عليهم شنو؟ الحج، وربنا سبحانه وتعالى طهرهم، عرفتها؟ فكونك تجي تغارم نفسك بهم حتى وهم ذاتهم لو ما كانوا صحابة، هذه المقارنة مرفوضة، يرفضها العقل. بعدين شوف شغل الشعبين، من أين لك أن الصحابة يزنون ويشربون الخمور؟ هل جاك في حديث متواتر ولا جاك في أحاد ولا جاك في آية؟ لا بد تجيب لنا، ما أنت قال ما بيقبل بالأحاد، قال ما بيقبل بالأحاد. عيسى نبي كريم قال ما نازل، ويقبل إنه الصحابة، إنه هو أفضل من الصحابة، وإنه الصحابة بيزنوا بيعربدوا بأحاديث ضعيفة أو بأحاديث أحد. شوف عشان تعرف إنه الشغل ده أخواننا شغل بتاع هوى وحقد، حقد، ما شغل بتاع دين ولا مبدأ. حتى لو كان مبدأك باطل، ده ما شغل بتاع مبدأ، لأنه دارك تجيب لي آية إنه فوق صحابي زنا، جيبه. في آية؟ في أحاديث متواترة؟ في أحاديث متواترة؟ ها؟ يبقى أخواننا الشغل ده شغل بتاع هوى من الجماعة دي. فرصة مفتوحة للمداخلات، خشوا ما تخافوا، خايفين يدوكم صلعة ولا شنو؟ طبعا الواحد لو خش هنا ويتورط، بعد ذاك المركزية بتاعت الحزب والأمانة السياسية داخل الحزب حتعمل له مجلس محاسبة، وانت تدخلك للجماعة ده شنو؟ واسف فضحتنا قدام الطلبة، ونحن لابد نشتغل خطوة خطوة وما نستعجل عشان نقدر ننشر الكفر ده بين الطلاب، عرفت؟ فبحاسبه ما بخلو، ممكن يقول لي انت مزروع، رسلوك لنا الكيزان عشان تقول انه الشعبيين ديل بيقولوا الكلام الفارغ وتفضحنا قدام الناس والطلبة ما يقبلونا، خش ما بخليك. أساليبكم دي كلها نحن عارفينها، الأساليب الفارغة دي، فهمت؟ واحد شعبي، أستاذ شعبي في جامعة الأهلية، جانا واحد طالب قال يا أخواننا أنتوا بتقولوا لنا إنه ما في حاجة اسمها الزواج عرفي. أستاذنا ده الشعبي ده قال جوز لنا الزواج العرفي. الزواج العرفي ده ما في أي شرط من شروط الزواج، بس الشرط الوحيد إنه عجبتك، بس عجبتك، وتقعدوا لكم ثلاثة بيجاي تقطعوا لكم ورقة فلوسكاب واثنين قزازة بيزيانوس، واحد تلقاه شال له ورقة ساكت، وزميلهم لا ولي لا أي حاجة، يقوم يكتب فلان يتزوج فلانة، وبعد ما يشرب البيزيانوس وذاك صدق فات، أو هو مستهبل لكن غشوا البيت ومشوا ويمارسوا نفس ما يمارس داخل الزواج، من العلاقات الزوجية، عرفتها؟ وبعد ذاك يجي راجع، وده يشرط لهم الورقة، أو لو ما شرطها في النهاية ده ما زواج ذاته، ده اسمه زنا. في واحدة مرة شغالين محاضرة قالت يا أخي أنا متزوجة عرفيا، ولما عرفت إنه الكلام ده باطل قالت يا أخي أنا الزول ده، هل أنا بسأل الآن هل بيربطني معاه حبل؟ بيربطني معاه، ده سؤال كده.
قالوا لا خيط ما عندي. خيط ده زينا ساكت. ها؟ يعني الآن الشعبيين دايريننا إنه الواحد تجي البيت تلقى فيه واحد مع أختك، تجي تلقى فيه في ذكر جديد في البيت. يا ناس الحاصل شنو؟ تقول لهم والله أنا عقدت قبيل بس فلان ده لاقاني في المواصلات وعقدنا. ساي كده بس. لو في واحد شعبي بيقول بالكلام ده والله بس وصف لي رقم البيت والقطعة بجوجل إيرسي بجيك، بس وصف لي القطعة بتاعتكم. مش قلتوا حلال؟ تعالوا خشوا. وهل الكلام ده ثبت بآية ولا بحديث صحيح وحديث أحاد ولا حديث متواتر ولا كيف كده؟ ورونا الفقه بتاعكم ده. فرصة مفتوحة للمداخلات كده. شجعوا كده، شجعوا مرة من الدهر يكونوا رجال. ها؟ لسه في طور الشرنقة مش؟ طيب ما بخليهم والله إن شاء الله لما تخش، ولو ما خشيت برضو مشكلة زي ما قال لك فرفور في الحالتين ضايع. طيب قال في آيات تؤيد عدم نزول عيسى، قال منها قوله تعالى وأنهم إليها لا يرجعون. ده في شنو؟ ده في زول المات. ده في زول شنو؟ المات. انت جيب لنا دليل صريح انه عيسى عليه السلام مات. جيب لنا دليل صريح انه عيسى عليه السلام مات. ما عندك دليل صريح الا يقول لك ربنا قال واني متوفيك. طيب اخذت بمتوفيك ورافعك الي، ليه ما اخذت بها؟ جارتها طوالي في نفس الايه، جارتها طوالي، ليه ما اخذت بها؟ واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. الرفع يا شعبيين بيكون من اليمين للشمال ولا من فوق لتحت ولا من النص للجنب ولا بكون كيف؟ ولا الآية دي ما من اللغة العربية؟ الآية دي ما من اللغة العربية. وإلى الجه بعد كلمة رافعك إلى دي الجات، ومعاها يا المتكلم رافعك إلي، كويس. وإلى في لغة العرب حرف جر ويدل على النهاية والغاية. النهاية والغاية، لما أقول أنا ماشي إلى الجامعة أو ذهبت من البيت إلى السوق معناه نهاية مشواري ده. وين يا أخواننا؟ السوق. ده في لغة العرب. فأنا ما أعرف الشعبيين ديل، الناس ديل بيفكروا بيات منطق أو دارين يصلوا لشنو ذاته. بعد ذلك قال وخاتم النبيين. أها شنو يعني خاتم النبيين؟ معناه شنو؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر رسول وآخر نبي. أها شنو يعني؟ والواد ما قادر يقول الشبهة ذاته. الشبهة إنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر رسول وعيسى جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم معناه النبي صلى الله عليه وسلم ما خاتم النبيين. هو الشبهة ذاته ما قادر يقولها. وطبعا الكلام ده العلماء قالوا كون عيسى عليه السلام يأتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بتشريع جديد. ها؟ وهذا لا ينافي كون إنه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. هذه دي تبع المركزية حقتك أنت، قلت مركزيتك القرآن ولا ما تبع المركزية؟ ربنا قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتنصرون لا 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 قال ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون ولو أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. عرفت؟ وعيسى عليه السلام أو غيره من الأنبياء بيجوا تابعين لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع لما لقى عمر بن الخطاب شايل له صحيفة من التوراة بيقرأ فوقها، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو أن موسى بن عمران كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. الأنبياء ديل كلهم لو قاعدين كلهم بيحكموا بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبكونوا تبع للنبي عليه الصلاة والسلام. عرفت؟ عشان كده ذاته في الحديث حديث أبي هريرة ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث بتاع أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال عيسى عليه السلام حيحكم بشريعة شنو؟ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيقتل الصليب فيقتل الخنزير ويكسر الصليب
ويضع الجزية ويفيض المال. وعيسى عليه السلام حيصلي ورا المهدي، مش بتاع الأنصار في الجزيرة أبا، المهدي اللي بيجي في آخر الزمان. قال في صلاة الفجر حديث النواس ابن سمعان، عرفتها في صحيح مسلم، ولو داير تنزل معانا الميدان ده برضو جاهز لك إن شاء الله. فقال بيجي نازل عيسى عليه السلام من السماء بين مهرودتين، قال على المنارة البيضاء بدمشق، فيجد المسلمين صفوفا والإمام موجود المهدي. قال فلما يعلم المهدي إنه عيسى عليه السلام وراه، قال فيهم أن يتأخر المهدي، بيقول دار يرجع، فيشير إليه عيسى أن اثبت مكانك، فإن بعض هذه الأمة يؤم بعضها تكريمة الله لهذه الأمة. فدي شريعة منه، دي شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن اللي بفهم التراب منه واللي بفهم ولاداته ديل منه، ناس عبارة عن دراويش بس لابسين قمصان. الدرويش بتاع الطريقة الصوفية بيشرب موية الوضو بتاعت الشيخ وبيتبرك بالشيخ وبعصر كرعين الشيخ وظهر الشيخ ويجيب للشيخ الموية ويملى له الإبريق، وما بيقعد في التبروقة بتاعته، بياكل بزاغ الشيخ والموجود ده. وبرضه ده لو في ناس عندهم رأي موجود عندنا قاعد. لكن الشعبيين بس بثوب جديد. التراب يجي يقول لهم عيسى ما نازل، عيسى ما نازل، عذاب قبر ما في، عذاب قبر ما في، المرض صلي بالرجال، المرض صلي بالرجال، وهكذا. يجي يقول لهم يا اخواننا هوي ما بناخذ بحديث الاحاد. صح يا الترابي انت العالم، كفايه الغرام بس، لكن يقول لهم في حديث مورغه حديث احاد لكن بناخذ به. هاي صح يا الترابي برضه ناخذ بحديث الاحاد. يبقى اخواننا ده شغل بتاع هوا، ده شغل بتاع هوا ولا ما شغل بتاع هوا كده؟ فهموني، الفرصه مفتوحه للحوار والنقاش. حيرتمونا بهذا السكون، ما تشتغلوا نقولتي يا ساكت، ما تشتغلوا نقولتي الشينا منكوره مش ايوه. عشان كده بتلقى الشافع في البيت اخوك الصغير لو عمل عمله لما الحاج يجي في البيت تلقاه بيلف بورا بغادي، بيخش البيت بغادي ببعيد، لانه عامل عمله شينه. وعملتك دي والله شينه، شنا قبيحه، ريحتها طاقه، شينه جدا يا اخي. يا زول يحسد الانبياء يا اخي، تحسد الرسول صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج؟ رايكم فيه شنو كده؟ فرصه مفتوحه الحوار والنقاش. ورونا انتم دينكم ده عامل كيف؟ ما هو لونه وما طعمه وما رائحته؟ كده ورونا عشان نخش معاكم نبقى معاكم حرين. طيب قال اخطاء لغويه، والله اذا عير الطائيه بالبخل مادر، قال مش الشاعر قال كده؟ قال فيا نفس ها فيا موت زر ان الحياه مذمه، ويا شعبي جد فان دهرك هازل، ولا مش بيقول حاجه زي دي؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر، برضه بيت الشعر ده برضه عندنا فيه راي، فهمت؟ لانه ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. في واحد من الشعبيين قام دار يجدع جدعة كبيرة جدا، قال الله في كل مكان ونصوص الصفات دي مفروض نأولها. طيب يا شعبي، الله في كل مكان دي جبتها من وين؟ ده واحد من الشعبيين قال الكلام ده، قال الله في كل مكان جبتوها من وين يا شعبيين؟ ها؟ وقال قال نصوص الصفات دي مفروض نأولها. ليه نأولها؟ طيب نصوص الصفات مفروض من أولها؟ هي غلاته وغلات وتأولها ليه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لك الرحمن على العرش استوى، انت تقول لا ما استوى؟ ربنا قال استوى، انت تقول ما استوى؟ كده ورينا بياط منطق. انا ما دار افهم معاك يا اخي، انت دينك ده لو حاجه انا دار ابقى معاك. بياط منطق بلغه بشنو يعني؟ وروني بياط فهم، بفهم الترابي بشنو؟ شي منطقي يقنعنا انه ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، ربنا فوق العرش فوق السماوات، وده ثابت بالقران. انتم ما قلتوا مركزيتكم القران؟ انتوا كل مره عندكم مركزيه جديده ولا شنو؟ ربنا قال أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمر، ده حديث احاد. ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ الايات دي نوديها وين؟ نوديها وين يا شعبيين؟ ها؟ وربنا سبحانه وتعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه لربنا سبحانه وتعالى بيصعد العمل، الكلم الطيب بيصعد لربنا سبحانه وتعالى. الصعود ده يا شعبيين بيت آلية كده، كده وروني
هون جبالك قالوا الآلية بتاعتهم، الآلية قال بتاعتهم العقل قالوا. طيب يا تعقل ده اللي بيقول إنه الصعود من فوق لتحت، قال الآلية الصحيحة لفهم الشريعة هي العقل والهبة التي أعطاها الله للإنسان، ودي الحرية ربنا ميز بها الإنسان. نحن ما عرضناك في إنه العقل ربنا هبة وداه للإنسان، لكن يا تعقل ده ما سؤال منطقي. هسي أنت عقلك وصلك لأنك تحسد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعقلك وصلك لأنه ما في عذاب قبر. سؤال ما في عذاب قبر ليه؟ نرجع لكلام شيخك سيدك الترابي. الترابي قال يا أخواننا، قال ما في عذاب قبر لأنه قال يا أخواننا الإنسان ده عبارة عن 60% موية، قال البودي ده قال عبارة عن 60% موية، قال فإذا دفناه ويتحلل. وقال في دول كثيرة قاعد تحرق، أمريكا بتحرق والهند بتحرق، هذا يعني ربنا يلقاهم وين يعني؟ ده في الندوة بتاعت 2006 الميدان الغربي كلية الهندسة جامعة الخرطوم. الكلمة دي براءة تكفي في إنه الترابي ما عنده علاقة مش بالإسلام، بالأديان السماوية كلها ما عنده بها علاقة. الأحاديث بتاعت عذاب القبر أحد جد ما استدلينا لكم بحديث واحد منها. الغرار رأيكم فيه شنو؟ ربنا قال في سورة البقرة 5 آيات لو عندك عقل بتؤمن إنه في عذاب قبر، وإنه الإنسان لو كان 60% موية ويتحلل في الواطة، وإنه لو كان أمريكا بتحرق وكان الهند بتحرق وكان الإنسان بيسحنه وجزء بودي الزهرة، واحد المشتري، واحد زحل، واحد كوكب الأرض، واحد جو المريخ، برضو ربنا بجيبه. ده شك في قدرة الله يا أخي. ربنا قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن معناه شنو يا شعبين؟ أن معناه شنو؟ معناه كيف مش؟ أن يحيي هذه الله بعد موتها. ربنا قال فأماته الله كم؟ 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت شنو؟ يوما أو بعض يوم. ربنا الملك قال له قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك آية للناس، آية علامة، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. أنا دار واحد من الشعبين وريني ننشزها معناه شنو؟ ننشزها فرصة مفتوحة، تعالوا ورونا ننشزها في اللغة العربية معناه شنو؟ ثم نكسوها لحما. ربنا قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء شنو أخوانا؟ قدير. هناك ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قتلتم نفسا، ده في سورة البقرة برضو، فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك شنو؟ يحيي الله الموتى ويريكم آياتي لعلكم شنو؟ لعلكم شنو؟ تعقلون. معناه أنت يا ترابي يا شعبين عقل ما عندكم. أمشي معي صورة ياسين. ربنا سبحانه وتعالى قال وضرب لنا مثلا، والله نفس شبهات أبو جهل والعاص بن وائل السامي وصناديد الكفار الأوائل، نفسها شبهات ترابي. ربنا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قام شال له عظم باله العاص بن وائل السهم وجل الرسول صلى الله عليه وسلم وفتاه، قال من يحيي العظام وهي رميم. كده الود انبسخ وجاب جدعه، والود فاهم ها، والود عنده آلية، عنده آلية. شفت الواحد ما تلقاه عامل كده ويعمل كده زي انا براد الشان يرون لها في الروضه، لا تعرفه ما عنده اي حاجه، والله ما عنده اي شيء، ما عنده اي فهم. ولو عنده فهم الفرصه مفتوحه للحوار والنقاش، ما بتقدر تخش. ابوك الشيخ التراب يمكن ينفخك لو خشيت، ما يمكن دي ذاتها تكون عقيده ما معروف. المهم نرجع لموضوعنا، فهمت؟ ربنا قال وضرب لنا مثلا، قبل ما يتم الشبهه ربنا رد عليهم، وضرب لنا مثلا ونسي شنو؟ ونسي خلقه. هسه صعب انك تعمل لك موبايل زي ده من بدايته لنهايته، ولا صعب انه الموبايل ده لما يتفكفك ويتكسر انك تجمعه ثاني؟ صعب يا تو، والمكلف اكثر يا تو، ها؟ انه من البدايه صح؟ عشان كده ربنا قال وضرب لنا مثلا ونسي شنو؟ خلقه. اجابك من اول مره. ربنا قال في سوره الانسان هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شنو؟ شيئا مذكورا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. فربنا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. ربنا قال قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. بعد ذاك ربنا ضرب لك امثال من الواقع اللي انت شايفه.
ربنا قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه شنو توقدون. إذا كان ربنا أخرج النار التي فيها اليبوس والإحراق من الشجر الذي فيه الرطوبة والإخضرار، أما يستطيع ربنا سبحانه وتعالى أن يحيي الإنسان بعد أن لم يكن شيئا؟ ما بيقدر ربنا. ابن الجوزي عليه رحمة الله قام جاب مثل للشعبيين لكن أريتهم يفهموا، أريتهم يفهموا. قال ناس الذهب، الذهب ده انت من الواطب تمرقه في طرق كثيرة بتمرقه به بالتدخل وطاحونة وكده، بعد ذاك في مادة الزيبق عشان تجمع لك الذهب، صح ولا ما صح؟ وفي مادة جديدة اسمها السيانيد، دي كمان أخطر من الزيبق، كويس؟ قال الصايغ إذا أراد أن يجمع برادة الذهب اللي هو الفتفات بتاعه، قال يأتي بالزئبق فيجمع الزئبق الذهب، أفلا يستطيع العليم القدير أن يجمع الإنسان بعد أن يتحلل في التراب؟ ها؟ عشان تعرف أن الشعبين دي الناس ما عندهم علاقة بالعقل. يا أخي يا أخي لو ربنا ما نزل القرآن والله ربنا يحييني، وأنا كنت وين ذاته؟ ده ما سؤال. أنت أول سؤال لو ربنا ما نزل لك كتاب أنت كنت وين ذاته؟ وجيت من وين؟ ده مش سؤال منطقي جدا؟ وده حير الناس اللي ما عندهم دين؟ طيب الجابك ربنا قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ربنا قال ألم يروا أنا نسوق الماء، والله الليلة الركن ده بيرد على كفار قريش بس، والله الآيات دي أمشي أفتح المصحف كلها رد على كفار قريش، ودي غالبا من القرآن المكي بالمناسبة. القرآن المكي ده بيجلد في أبو جهل جلد جد، فديل أنا ما أعرف أبو جهل بيبقى لهم شنو الشفاتة ديل، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز القفر الميتة فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم، الشعب يأكل وشيخه يأكل ويسف ويملى كرشه، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ربنا قال هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. ربنا قال كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ها داسي دليل لكم. طيب قال ما بنتفق معاكم في موضوع الناسخ والمنسوخ في القرآن، يعني القرآن ما فيه نسخ؟ نديك نسخ في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي، سورة الأنفال تلقى الآية دي في نص الصفحة على يدك اليمين، وذول سجم رماد وما عارف، فهمت؟ ربنا قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 وإيكم منكم إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآية البعدية ربنا قال شنو؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. في سورة المجادلة، سورة المجادلة ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم شنو؟ صدقة. ها الآية البعدية ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ قال فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. يبقى النسخ فيه ولا ما فيه؟ النسخ فيه ولا ما فيه؟ طيب سؤال، ليه الشعبيين بيقولوا إنه نسخ ما فيه؟ والكلام ده حق الشيعة بالمناسبة ما حقهم هم، والقدرية بيقول لك لأنه لو قلت ربنا سبحانه وتعالى يأمر بأمر وينسخ هذا الأمر ده يلزم منه إنه ربنا سبحانه وتعالى ما عالم بعواقب الأمور. ها والعلماء قالوا ده ما فيه موضوع زي ده، هذا ما فيه إشكال، لأنه ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالأمر ويأتي بأمر آخر ينسخ ذلك الأمر الأول للتخفيف ولرفع الحرج عن العباد ولحكم عظيمة ربنا سبحانه وتعالى يعلم. عشان كده ربنا قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها
ألم تعلم أن الله على كل شيء شنو قدير؟ قاموا قالوا لا، الآية المقصودة في قول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية، قالوا هي الآية الكونية. طيب من الآيات الكونية الشمس، مش هم قالوا معناه عشان تعرف إنه بليد هما قال الآلية بتاعته العقل، من الآيات الكونية الشمس ولا ما يا أخوانا؟ مش آية ربنا نسخها بشنو؟ بالكانون؟ بالجمر؟ لم اتنسخت معناها شنو؟ النسخ معناها شنو يا شعبي؟ ولا انت بتكورك ساي النسخ هالنسخ هو شنو؟ النسخ معناها الإزالة، معناها شنو؟ الإزالة. ربنا أزال الشمس، ما هي انت قلت آيات كونية انت قال لك بنخليك، والله ما نخليك، فهمت؟ قال النسخ، قال النسخ هنا هو الآيات الكونية. طيب ربنا سبحانه وتعالى نسخ الشمس آية كونية ولا ما آية كونية؟ آية كونية. جاب بدل شنو؟ القمر آية كونية ولا ما آية كونية؟ آية كونية. ربنا أزال بشنو؟ بدل بشنو؟ الكواكب آية كونية ولا ما آية كونية؟ آية كونية. ربنا بدل بشنو؟ الحيوانات آيات ولا ما آيات؟ آيات. ربنا بدل بشنو؟ نفسك ذاتها، نفسك دي آيات. السمع والبصر والأنف والكلى ودي كلها آيات، ربنا بدلها بشنو يا شعبي؟ عقلك ده بدلوا لك بشنو؟ لكن بدلوا لك الكفار، بدلوا لك الكفار بجد بهيمة، بل أضل من البهيمة، فهمت؟ وده غران، أنا استندت في نبذك ده على الغران. ربنا قال إنهم إلا كالأنعام بل هم شنو؟ أضل، فهمت؟ فدي أوعى تقول لي حديث أحد، دي آية فتقبل أنت زول بهيمة، فهمت الحاصل؟ وبعد ده أقول لك عتوت، أقول لك جنجدات، أقول لك أي حاجة تسكت، لأنه جبت لك آية أنت قلت المركزية التي تنطلق منها هي القرآن، فأنا جيتك من المركزية بتاعتك ذاتها وأديتك مزغط أمامي. تاني عندك حاجة؟ ما عندك أي شيء. طيب أو السائق ده شغل بتاع نجر، وشوف دارين يتجدوا ويصهروا في الجامعة للبنات، وأنا أفتكر وأتصور وأنبثق. أنت قال نفسك في استوديو تتصور شنو أنت؟ وأنت ما فاهم هو ذول يا أخواننا لا حافظ قرآن لا حافظ سنة، الأبجديات بتاعت العلم المعين ما عندك، دار تخش في العلم وتفتي فوقه؟ زول يا اخواننا ما قرا هندسة ولا يوم شال له طورية ولا شال له مسطرينة ولا وقف مع معلمين طلبة ساكت، ما ممكن يجي ينظر له يقول له يا اخا ما ممكن يا اخا البنى ده بالشكل ده الارشاد دي ما بتجي بالطريقة دي، يقول له دي نزلوها يا اخا اسقفوا سقف عادي، بقع في الطلبة المساكين ديل انسخه ما بيجي. زول داري نظر، تخيل مش هو حصل مرحلتين يا اخواننا يمشي يقيس وكذا، لا هو ما قرا ذاته داري ينظر. زول يجي يقول يا اخواننا انا افتكر انه التوصيلات بتاعت الكهرباء الداخليه دي المفروض تكون 11 كيلو ما فيها مشكله يعني، وانا بغالط ذاته توماس اديسون ذاته بغالطه لك، المفروض ده نصيح، ده نصيح. انت ابجديات العلم ما عندك، انت الليله اول حصه بيدوها لك في الرسم الهندسي ده، اول حاجه بيدوك الرسم الهندسي ده ذاته شنو وفوائده شنو والادوات المستخدمه شنو، فهمت؟ والورقه دي تخطها كيف وتلصقها وحرف تي تخطه كيف، وبعد ذاك لما تجي تخش جوا ليه دار تجيب لك مماس، دار تجيب لك مسائل كثيره، شكل مخروطي، الاساسيات بتاعت الرسم. لكن ما ممكن زول بس يا اخواننا انا قبلوني في جامعه السودان كده الدنيا ارسم لكم برج الفاتح ده والتاسع جمر ما دك ما عارفه، زول يا كافي البلا قران ما حافظه، والله اتحدام واحد يجي يتكلم هنا يقول عليه قران صح، سنة معرفة، لغة عربية معرفة، دار تتكلم في الدين كيف أنت؟ يا أخ شيخ الترابي ذاته قرآن ما حفظه، لما زراه بتاع غناة الجزيرة، غناة بتاعت أخوان مسلمين ذاته، قال له أنت حافظ القرآن؟ لأنه هنا بيكذبوا للناس، حافظ القرآن بسبع روايات، قال أنا ما حافظ القرآن لكن قرأت التفسير، قرأت التفسير، ونحن ذاتنا ما قرينا التفسير، فهمت؟ وقال بيتكلم في الندوة دي بتاعت الميدان الغربي 2006 سمة تجديد الفكر الديني، وجابوا الشيوعيين عشان يضربوا به والاسلام في زعمهم، فهمت؟ قال ومن الجبال جدد بيض صف خضر حمر، قال الايه دي نزلت على منو دي؟ دي اتو ايه دي؟ من الجبال جدد بيض صف خمر حمر خضر، دي نزلت على منو الايه دي؟ دي في اتو كتاب، تعالوا خشوا ورونا. مش قلتوا المركزيه بتاعتكم القران بتقبلوا في المركزيه بتاعتكم انه في زول يزيد في المركزيه؟ انا قال ما تتجدوا فينا زاي، انت ما فاهم حاجه، ما فاهم، أضل من حمار أهلك، ما فاهم أي حاجة، تابع ساكت تبع، ما قادر تدافع عن دينك
الباطل بتاع الترابي ده. دين باطل يا أخي. زول يسب الصحابة، ينبذ الصحابة. ربنا قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. أنت عارف ليه ربنا بيقبل عنهم؟ وإنت لو عربت ربنا ما بيقبل عنك ليه؟ لأنه ربنا زكى بواطنهم. العلماء قالوا لما أنت زكي زول صاحبك، زول صاحبك تقول والله يا أخواننا فلان ده زول تمام وكويس وكذا، قالوا تقول نحسبه، وده في الحديث كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال تقول نحسبه والله حسيبه ولا يزكى على الله أحد. أما الصحابة ربنا زكى قلوبهم. أهل أمر ده نسخ؟ نسخ؟ الأمر ده نسخ؟ فرصة مفتوحة للحوار. الأمر ده نسخ؟ رأيكم شنو في الأمر ده؟ ربنا قال رضى عن الصحابة، ورضي فعل ماضي، والفعل هو ما دل على مسمى أو على شيء وقع في زمن من الأزمنة الثلاث، الماضي أو الحاضر أو المستقبل، أو طلب فعل الأمر في المستقبل، وده فعل الأمر. فربنا قال رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم شنو؟ فتحا قريبا. العلماء قالوا لو الصحابة زي ما قال الخطيب البغدادي لو ما نزلت فيهم آية ولا حديث يزكيهم، قال لكانت الحال التي عليها من الجهاد والهجرة ومن مقاتلة الأعداء ومن الخروج من المال والأهل والزوجات والأنفس في سبيل الله لأوجبت هذه الحال محبتهم والقطع بعدالتهم. طيب من ناحية بتاعت إنجازات، ما هي إنجازات الترابي؟ مجلة الدستور سنة 98 قال في الماضي أكلنا أموال الشعب السوداني وسخرناها لمصلحتنا الخاصة، أستغفر الله. حرامي، فهمت؟ حرامي، وما بنعفو لك إن شاء الله لو بتجيب لي كيس تسالي ما بعفي لك، فهمت؟ وقال بالرغم من أننا جئنا بثورة علمية إلا أننا أكلنا حتى أموال المعلمين. يا أخ بلادنا التكفيري ده، التكفيري بلادنا ده، قال أنا جيت للترابي هنا وقال زول بتاع دين، قال لما مرق من السودان سألوا عن الشغل بتاع الترابي، قال وجدته مزيجا من الدين والجريمة المنظمة، ده شغل الترابي. سنة 96 ده ترابي، تقال الترابي ده جاب حاجة زي الناس. سنة 96 بمطار الخرطوم الترابي سلم كارلوس، كان المطلوب الأول قبل بن لادن. سنة 96 بمطار الخرطوم سلموا للسلطات الفرنسية. بيل كلينتون في المذكرات بتاعته قال لقد كنا أغبياء لما عرض عليهم الترابي تسليم أسامة بن لادن، قال فرفضنا ذلك، فهمت؟ عشان ما تقول لي الترابي ده زول عنده حاجة، زول قطع البلد، زول حسود. يا أخي نحن كنا في ولاية النيل الأزرق من 94 مرقنا منها 2001. الترابي ده لما يجي، ها طبعا الكيزان زمان والشعبين هسي بيقول لك أدينا ليه واجبنا وانطرح حاجبنا وشيخ حسن عاجبنا. ده لما كان يجي البلد بيضربوا ليه والشجر جير، والله يقول لك يا لله يا لله وشيخ حسن وتكبير ويكوري، شغل بتاع تصوف بس ما في أي دليل، فهمت؟ والحمد لله الترابي فشل والوهمة بتاعته فشلت وانتهت وموضوع انتهى الحمد لله. وبيقو ذاته زول فاضل الترابي ما فهمت؟ زول فاضل الترابي ذاك العجوز الأشيمر الذي أراحنا الله منه. طيب قال فنرجع لكلامه، قال مفروض، قال الله في كل مكان، ونصوص الصفات دي مفروض نأولها. ربنا قال الرحمن على العرش استوى في 7 آيات فيها حرف الاستواء أو فعل الاستواء عدي بحرف على، وفيها آيتين بقن 9 آيات بإله، وأدلة كثيرة جدا منها حديث الإسراء والمعراج، وحديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طيب قال أي حديث يتعارض مع القرآن نحن ما بناخده. قالوا هيئة علماء السودان تفتي لصالح الدولة، ونحن ما لنا مال هيئة علماء السودان، عرفتها؟ قال وقال الحرية إن كل شخص يرد الحديث من البخاري ومسلم ليفهمه الشخصي وبعدين الله يحاسبه. يا أخواننا ده زول داير الناس ينجو قدام ربنا؟ يعني قال الحرية إن كلام الرسول ده بس تشتغل معاه شغل بتاع غلاط معارضة بس،
الرسول قال شنو؟ قال إنما الأعمال بالنيات لا ما بالنيات. عيسى نازل لعيسى ما نازل. عرفت شغل بتاع غلاط بس؟ شغل بتاع غلاط. قالوا بعد ذاك أي زور ربنا بحاسبه. ولا أنت المفروض تقول للناس يا ناس أطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تخشوا الجنة. ربنا قال وإن تطيعوه تهتدوا. ربنا لما قوم موسى اتخذوا العجل وربنا أخذ 70 نفر من قوم موسى وموسى عليه السلام قال لربنا تبنى لك إنا هدنا إليك. ربنا قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عشان كذا ربنا قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. الكلام مع الرسول يكون باحترام يا شعبيين، ما يكون بقلة أدب واستخفاف بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة كلام الشعبيين ده إنه يا رسول الله كفاية القرآن، سنتك الجدادي بالله واشرب مويته، ده خلاصة كلامه. خلاصة كلامه، فهمت؟ لأنه سنة كلها ما ثابتة، ما في أي سنة ثابتة إلا السنة بتاعت الترابي، فهمت؟ ذاك العجوز الشيمط، فهمت؟ الذي أراحنا الله منه. وديل الآن بكوركو لأنه شيخهم ده الحمد لله لما جاء يتكلم أخواننا جزاهم الله خير كشفوا لك الجماعة قاعدين في العزب بتاع الترابي والمقاطع مدورة وليدات الترابي قاعدين يبكوا يتكلموا في شيخنا في العزة. بعدين كذا دقيقة يا أخواننا دقيقة بس، من هم قالوا ما بياخذوا بأخبار الأحد مش الترابي وقت مات عاملين له صيوان ليه؟ أول حاجة دي ذاتها بدعة، هي بدعة مش ثبتت بدليل أحد، مش ثبتت بدليل أحد، بحديث ضعيف ما ثبتت. عاملين له صيوان ليه يا وليدات الترابي؟ عاملين له صيوان ليه؟ ما هو الدليل من المركزية حقتكم اللي هي القرآن على عمل صيوان للترابي لما انهلك؟ الدليل شنو يا وليدات الترابي؟ عاملين له صيوان ليه؟ وضابحين له خرفان وعربات طائرة وعربات راكة وعربات جاية ليه؟ عاملين صيوان للترابي. ما هو الدليل من كتاب الله اللي قلته هو المركزية حقتكم على الصيوان يا ترابيين؟ فهمت؟ ما بخش يا ناس، والله لو دارين فرصة، لو دارين فرصة أنا أشيله في ظهري ده، في ظهري وأدي والمايك يتكلم في ظهري، أديه في ظهري ده، أنا أخليه يقطع عليه في ظهري ده ويقول كلام ثاني. أعمل لهم شنو يا ناس؟ أعمل لهم شنو؟ جيب مويه صح يا واحد، يجيب مويه صح، جيب له باسطة ولبن، ها بنديك بنطلون هدية ويمكن نديك ساعة هدية، وإن أسلمت وحسن إسلامك إن شاء الله بنشتري لك جزمة، فهمت؟ ولو ما حسن إسلامك يمكن نشتري لك سفنجة ونقطع السير بتاعها. تعال خش خش يا ترابلي، خش يا ترابلي يا اخواننا، ما ممكن والله عيب عليك، عيب عيب. ها اوعى الثاني تجي تتكلم هنا، فهمت؟ زي ما قال الناس الجيش قالوا عيال مش عندهم كلام زي ده، ما اوعك تجي. وبرضه قالوا الشرد عيب وشينا، عيب والله وشينا كمان يا اخي. الطلبه راجلك تدافع عن المنهج بتاعك الباطل الفارغ الفاشل وما قادر تتزاوغ بجاي وده يحرج ده لما تخش له، وانا شايفهم من قبل بغادي، فهمت؟ ما نحن متابعين استخبارات المدينه متابعه الوضع، فهمت؟ من بغادي كان داري يخش قاموا رسلوا له واحد تبع ال 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 الحزب وتبع التنظيم حقه، مشى حنك معه بغادي ودمه ملان، شايل ورقه في البدايه عامل فوق الواد راجل مرتكز يعني غياب مرتكزا، وده قال بيكتب ما عندك حاجه، ما عندك والله تخش، والله اديك القلم ده هديه، تعال خش والله اديك القلم ده هديه، ما بتخش ها؟ تولي الدبر، ربنا قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهمت؟ فما بتقدر يا اخي، زول بيطعن في كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام، ربنا بذله، ربنا قال ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله لقوي عزيز. قال والد ووالده الشعب في عقد القران، هل كان المازوم متواتر ولا احاد؟ جزاك الله خير والله. ها؟
واذا بقى احد ما بياخذوا به طبعا، مش اذا هو ابن حرام، ما لانه شنو؟ لانهم ما بيقبلوا بلا احد ولا كيف؟ فلا بد يجوا اكثر من 10 شنو مأزونين. وانا ما اعرف الشغل العقد ده يتم كيف، ده عقد ولا حفر بتاع كوم رمله ولا الحاصل شنو؟ فهمت؟ يجوا 10 مأزون حتى يعقدوا له، يبقى انت والله جزاك الله خير. طيب العقد ذاته ثبت بالقران، العقد ثبت بالقران ها؟ يا تراب اللي ما تلعب ساكت بتتورط يا ود الحلال. طيب الميم كلام كثير جو قالوا قال برضو ما في حاجة اسمها تفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح اللي هم الصحابة. نمسك الآيات، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن في سورة البقرة بعد ما تكلم عن أهل الكتاب وفضح عقائدهم وأعمالهم، ربنا قال فإن آمنوا، وخاطب الصحابة قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شنو؟ في شقاق. وربنا سبحانه وتعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. عشان كده يا شباب نصيحتنا اللي بننصحها لانفسنا اول ولا بقيه الناس، الترابين ديل يا اخواننا اعداء الرسل واعداء الرسول عليه الصلاه والسلام، وديل الناس اللي ما دايرينك تتقيد بدين ولا بشريعه، وديل اذرع اليهود، لانه الناس ديل ما ممكن تتوقع منهم يامروك بفضيله. لانه اول حاجه الترابي ده قرا وين انت قاله؟ قرا في السربون في فرنسا. فرنسا دي مش الجامعه مختلطه، الداخليه ذاتها بتكون مختلطه، الغرفه ذاتها بتكون مختلطه، ما ممكن تيجي يجيك ترابي يقول لك الخلط حرام او باعد بين انفاس الرجال وانفاس النساء والكلام ده، او يامر الناس بالمعروف، فهمت؟ وغيره من الكلام اللي بيقولوا نازل. ولذلك يا اخواننا الانسان يبعد من اركانهم ويبعد من تجمعاتهم. والإنسان لو أتى إلى الله سبحانه وتعالى، أسمع الكلام ده والله الكلام ده بأدلته، لو جيت لربنا سبحانه وتعالى سارق زاني، جيت لربنا سبحانه وتعالى بتاع بنجو عديل شفته ها، وجيت بتاع زين عديل راسك عديل، لكن عارف نفسك غلطان وإنه الدين ده حق، ربنا سبحانه وتعالى قد يغفر لك ويدخلك الجنة، وإن عذبك ما بخلدك في النار إذا بقيت إنسان موحد. لكن لو جيت بالعقائد دي ما ترجو من الله سبحانه وتعالى أي شيء. ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه شنو؟ هباء منثورة. ها زول يغتاظ، ربنا سبحانه وتعالى قال للفقراء المهاجرين لما ربنا ذكر الفيء وهو المال الذي يغتنمه المسلمون من غير معركة، قال المال ده لمنه؟ أول حاجة قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بعد ذلك قال شنو؟ قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ربنا قال الفيء ده أول حاجة للمهاجرين، ونمرة اثنين للأنصار، بعد ذاك ثاني اللي بيخش في الفيء منه؟ ربنا قال والذين جاءوا من بعدهم، من بعض الصحابة لغاية ما تقوم الساعة يخشوا في الفيء. لكن ديل اللي اتصفوا بها صفات، ربنا قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا حقد للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الإمام مالك قال في قلبه غل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ده ما عنده نصيب من الفيء، ما عنده نصيب، عرفت؟ وربنا قال لك يا أخي استغفر لهم تسبهم. وده نفس الشغل بتاع الروافض، عشان كده العلماء قالوا اليهود والنصارى فضلوا يعني فاقوا على الرافضة بخصلة. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للروافض من شر أهل ملتكم؟
قالوا أصحاب محمد. ده نفس الشغل بتاع الشعبين. الترابي ينبذ الصحابة. قال أبو هريرة ده، أبو هريرة ده قال أسلم بيتين لغاية ما يروي الأحاديث دي كلها. قال ها؟ قال أسلم بيتين. شو التراب الكلب ده؟ أسلم بيتين. أبو هريرة ده الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له ودافع عن نفسه في صحيح البخاري. قال يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفخ بالأسواق، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم الزرع، وكنت امرئا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، وإن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث يوما بحديث طويل ثم قال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يضمه إلى صدره فلا ينسى شيئا. قال فبسطت بردة علي ما علي غيرها، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم جمعتها إلى صدري فما نسيت شيئا. واحد من ملوك بني أمية لعله مروان قام دار يختبر أبو هريرة رضي الله عنه، عشان كده العلماء قالوا أحفظ الأمة أبو هريرة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبو هريرة قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه للمؤمنين. قال أبو هريرة فوالله ما لقيني مؤمن إلا ويحبني. وده دليل على أن التراب ذاته كافر لأنه بيكره أبو هريرة، عرفتها؟ فأبو هريرة رضي الله عنه ها قام قال له الزول ده قال له حدثني بأحاديثك دي، الأحاديث دي حدثني بها. أبو هريرة حدثه بأحاديث، قام جاب له كاتب كتب في صحيفة، قال له الصحيفة دي بعد سنة رأس الحول. قام نادى أبو هريرة تاني قال له أبو هريرة أرأيت ما حدثتنا قبل عام؟ قال فأعده علينا. قال فحدث به أبو هريرة لم يخرم منه حرفا، ما خرم منه ولا حرف. خليك من الصحابي أبو هريرة يا أخي، الكلام ده يا أخواننا معروف عند العرب. العرب ديل بيجيبوا لك كلام ها ذاته مشقلب ومقلبا أنت ما بتقدر تعرفه شايت وين ولا خاشب وين، بيحفظوه من أول مرة ها. البخاري الإمام البخاري عليه رحمة الله لما خش العراق كان عمره صغير، قاموا الناس قالوا شنو البخاري وما البخاري؟ قام العلماء بتاعين العراق قالوا كدين نختبر البخاري ده، جابوا 100 من الأحاديث بأسانيده عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كويس؟ خدتوا البخاري وجابوا 10 من الحفاظ العلماء، وأي واحد من العلماء ديل أدوا 10 شنو أحاديث كده بقت 100 حديث، وقلبوا شنو؟ قلبوا الأسانيد والمتون. حدثنا 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 ده اسمه إسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ده اسمه المتن. قاموا قلبوين حق إنما الأعمال بالنيات جابوه في بني الإسلام، وحق بني الإسلام ودوه في الحلال وبين، ودي جابوه هنا وده جابوه هنا. وأي واحد قال واحد قال للبخاري قال له ما رأيك في حديث كذا وكذا 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 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، البخاري قال لا أعرفه. الناس العوام ساكت قالوا بالله ده البخاري حقكم ده المكرهين نبيه، لغاية ما تم له 10 أحاديث قال كله أي واحد يقول لي لا أعرفه، العلماء قالوا قد فهم الرجل. لغاية ما 10 أنفار تموا أحاديثه جد بيقول لهم لا أعرفه، أحاديثكم دي ما عارف. الناس قالوا بالله ده البخاري حقكم. بعد ذاك البخاري قال للأول أما ما حدثتني حديثك الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا فليس هو كذا وإنما هو كذا، وأما حديثك الثاني والثالث رجع إلى 10 كلهم 100 حديث. العلماء قالوا مش المعجزة في إنه النبي في إنه البخاري جاب الكلام الصح، في إنه البخاري حفظ الغلط زي غلطه ورجعوا لأي واحد وما غلط، حتى في الرواة ديل ما غلط فوقه حفظ نجيط. واسي نحن بنعرف في الآن موجودين ناس بنعرفهم يسمعوا لك البخاري ده عادي عادي، وأنا بعرف ناس كانوا بيحفظ في اليوم بيحفظ له 50 صفحة من الأحاديث 50 صفحة ها. وأخونا شيخ أبو بكر اللي اتكلم لك قبل ده حفظ القرآن في 60 يوم ناقص 15 يوم، ديل كم؟ 45 يوم، مش حفظ القرآن في شهرين إلا، عرفتها؟ لكن انت يا ترابي اللي معدي انا معاينه للنسوان معقول تحفظ ها؟
شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. البخاري قال رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر. من الشام لمصر مسيرة شهر، قال بسمعه هناك ما بكتبه إلا لما حصل هناك، عرفتها؟ الإمام الترمذي عنده شيخ كايس له زمن ما لقاه إلا صدفة، قام قال له بس، قال له حدثني وأصر عليه، قاعد يحدث وما عنده كان قلم وبيكتب بأصبعه، ها كأنه هو قاعد يكتب. بعد شيء الشيخ انتبه له، قال له أنا بحدثك وإنت ما احترمت العلم. قام الإمام الترمذي قال له أصبر عليه، قال له أما حديثك الأول فكذا والثاني كذا، كل الرسائل له علماء بيحفظوا، ها. وإنت إذا كان بتحفظ في كلام الترابي، نحن ما نحفظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ أفضل الكلام، ها؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كلام الله، نحن ما نحفظه. ولذلك أخواننا نحن ننصح إنه هؤلاء الناس ناس مجارمة، ناس حرب على الإسلام، ناس مشكلتهم ما مع السلفيين أو مع أشخاص معينين، ناس ذي مشكلتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع القرآن. شوف قال في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال يقول لك ده الود الترابي امبارح قال يقول لك وغير الله ما بيعلم الجو الرحم. هسي الطب الحديث أثبت إنه بيعلم جو الرحم. طيب نفترض إنه قالوا، أها رأيك شنو يعني الآية دي نمسحها ولا كيف؟ لكن ده ما بيتعارض لأنك ما بتأخذ بالسنة. حديث عبد الله بن مسعود قال حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما شنو؟ نطفة، ثم يكون مضغة علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك ها فيؤمر بأربع كلمات فينفخ فيه الروح. شوف قبل 120 يوم شنو؟ روح ما فيه. أمشي لأقرب دكتور بتاع نساء وتوليد، قول لي قبل 120 يوم بتعرفوا ولد ولا بنت؟ بتعرفوا؟ الموجات الصوتية دي كلها بعد شنو؟ بعد 120 يوم. لكن الترابي ما بيفهم والولادات بتاعينه ما بيفهموا، وتعرف إنه موضوع ما في السنة أو في الأحاديث أو في الرواة أو في الرجال، وإنما موضوعهم في القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، عرفتها؟ وده ما فيه تعارض ذاته، فهمتها؟ وبعد ما الجنين ينفخ فوق الروح ممكن الداية تعرفوا ولد ولا بنت. الداية الزول المتزوج بيعرف الكلام ده، الداية الكبيرة اللي بتلقاها خبرة كبيرة بيقول لك الولد مثلا مفرفر كثير مثلا، ده أمور بتاعت نساء، عرفتها؟ وإنه بيكون المرأة بيكون عندها شكل معين وبتاكل طعام معين وفي حاجات معينة، عرفتها؟ دي بيسموها فراسة، من كثرة الشغل المرأة بتعرفها، عرفت؟ الداية دي بتعرفها، فده بيتفقوا فيه والناس، ده ماشي جديد. لكن قبل 120 يوم ها ما في زول بيعرفه ده مخلوق ذكر أو مخلوق شنو؟ أو مخلوق أنثى. وده كله يا أخواننا من الطعن في الدين والطعن في القرآن وتشكيك المسلمين في دينهم، والشك في القرآن وفي كلام الله كفر بالله. ربنا قال ذلك الكتاب شنو؟ لا ريب فيه هدى للمتقين. فالذي يشك في القرآن يكفر، وديل بيوصلوك للمرحلة دي عشان تبقى انت بر الدين وانت لا تشعر. فاحذر هؤلاء المجرمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.